لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدي. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة، من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء، سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر، حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب، فاحفظ لخمسنا بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم، هم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل إسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب احتذى، شعيب هارون وموسى واليسع، ذو الكفل داود سليمان التبع، إلياس يونس زكريا يحيى، عيسى وطه خاتم دعوية، عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. والملك الذي بلا أب وأم، لا أكل لا شرب ولا نوم لهم، تفصل 10 منهم جبريل، ميكال إسرافيل عزرائيل، منكر نكير ورقيب وكذا، عتيد ملك ورضوان احتذى، أربعة من كتب تفصلها، توراة موسى بالهدى تنزلها، زبور داود وإنجيل على عيسى، وفرقان على خير الملا، وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، إيمان نبي يوم آخر وجب، وكل ما كان به من العجب، خاتمة في ذكر باقي الواجب، مما على مكلف من واجب، نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا، أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد ملاف ينتسب، وأمه أمينة الزرية، أرضعه حليمة السعدية، مولده بمكة الأمينة، وفاته بطيبة المدينة، أتم قبل الوحي 40.
منهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بزين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناس تذكر رضوان رب للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعضها عني وابنهما السبطان فاتنهم جني فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن تسع نسوة وفات المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لكرسي يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه خمسا بعد خمسين فرط وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسة بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وافى أهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نازم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلما على النبي خير من قد علما والآل والصحب وكل مرشدي وكل من بخير هات يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة